قرابة 20 دقيقة انطلقت جلسة المحاكمة في قاعدة 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس. الجلسة انطلقت بعد ما تم تمرير جميع القضايا المبرمجة لهذا اليوم بنفس الدائرة، كقضايا الإرهاب، قضايا السرقة، وآخر الجلسات هي جلسة الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان الشيف. وفقاً أكد ظهور المحامين أنه يعني آخر الجلسات هي جلستهم هم. قلنا طلقة المرافعة المحامين يعني مازال حالياً من المنتظر أنه فما حاجة يعني مخر شوية حق ما قالونا المحامين بالطبيعة. يعني مثل ما فماش وضوح لحد الان في الرؤيه، معناتها ما فماش حاجه واضحه حسب تصريحات المحامين الصحفي الزوز. لا حسب اخر حاجه كنا مع الاستاذ غازي مرابط قلنا انه المرافعات باش تنطلق يعني تقريبا في حدود الساعه يعني منتصف النهار، وقال انه يعني من نجم نقولوا حتى شيء الا بعد ما يتم انتهاء الجلسه. واضح. اي تفضل مروة. اي كيف يعني قبيلة يعني نقابة الصحفيين نظمت وقفة احتجاجية تضامنية يعني مع برهان السيس ومراد الزغيدي ومع كل يعني ضحايا المرسوم 54. كيف فيها كلمة النقيبة الصحفيين زياد دفار اللي كانت فيها يعني لهجته تصعيدية نوعا ما، قال زياد انه قريبا باش تتم الدعوة الى خطوة تصعيدية جديدة في انتظار تجاوب السلطة، ودعا الزملاء الصحفيين الى اكثر من التضامن، هو يدعو الى اكثر من التضامن وفق تعبيره. وشوف زياد يعني الايقافات حق الصحفيين قال انها عبث في تاريخ الدولة التونسية، وقال انه لم يسبق ان تمت احاله 46 صحفي وعامل في القطاع الصحفي على خلفيه ارائهم. وزاد قال يعني انه لم يسبق هذا في تاريخ الدوله التونسيه اصدار 5 بطاقات ايداع بالسجن على خلفيه اعمال صحفيه. خليني نفكر اللي فما دي فيديو قاعده تتعدى مباشره على الصفحه الرسميه لاكسبريس اف ام على فيسبوك، على يوتيوب، على جميع وسائل التواصل الاجتماعي مباشره من تصوير محمد الاحمر من امام المحكمه. انا بانو نحكيو على امام المحكمه مروه، شنو ملاحظتك في الحضور؟ معناتها نحكيو على صحفيين اسونسيلمون على خاطر بالاساس القضيه تهم الصحافه وحريه التعبير وحريه الصحافه والاعلام، لكن هل هناك وجوه اخرى موجوده سواء كان من المجتمع المدني من قطاعات اخرى مساندة للقضية بشكل عام؟ الحقيقة ريم يعني كان فما حضور يعني محترم العدد من الصحفيين، ما كانش يعني حضور كبير. كان يعني ما لاحظناش زادة فما وجوه ناشطين حقوقية أو سياسيين مساندين، أو الحقيقة ما لاحظناش يعني كلهم يعني صحفيين مصورين صحفيين. هذا هو يعني، والوقفة يعني ما كانتش يعني طويلة برشا خلينا نقوله يعني في زمنيا يعني كان حي زمني كثير. زيد دفار يعني النقيب الصحفي أعطى كلمة، رفع بعض شعارات المنادية يعني بإلغاء الفصل 24 للمرسوم 54، وأيضا يعني عدم إحالة الصحفيين طبقا للمرسوم هذا، ودعوا أيضا إلى إلغاء قانون ينظم مهنة الصحافة بعيدا يعني عن الأحكام الإسلامية ويعني من نوع هذا. واضح، شكرا لك مروة، وكان باش تواكبنا بكل الاخبار المستجدات اللي كان فما بطبيعه جديد. نفكر اني قلت لنا واكدت ان محامين الطرفين كانوا اكدوا انه المحاكمه تقريبا بعد نصف نهار معناتها تبدا الجلسات بالنسبه لقضيه برهان مسيس ومراد الزغيدي، في انتظار نشوفوا شنو باش تكون النتائج من هنا للساعات القليله القادمه. شكرا مره اخرى مروة دريدي، يقعدوا مع الاخبار مع هاجر وبعد راجعين ومواصلين.